طبعا هو هنا فتح لي يوزر نيم والايميل لو انا عايز اعمل بوت، تمام؟ وقال لي بوت تعديل، لان اما اكون داخل على اليوزر سلاش والاي دي اقدر اعمل عمليه تعديل. انا فتحت طبعا انه يقدر يعمل يعدل ويعمل حاجات زي كده. فانا كده اهو اقدر اعمل تعديل. طب لو انا طلعت بره، سوري انا اسف، خلينا طلعنا بره اليوزرز، مش اليوزر ليست، خلينا في الاي بي اي روت، وانا جوه اليوزرز قال لي تقدر تعمل بوست بقى، تعمل بوست، تعمل اضافه، بعت اليوزر نيم والايميل وهو ستاف ولا لا، وتعمل بوست. طيب لو انا عايز اعمل بوست من الـ اخد كده كابي من ده او ده كده، اوريكم انا اعمل بوست ازاي من بره خالص. لو انا عايز اعمل بوست هقول له انا هعمل ريكوست جديد، هقول له اد نيو برودكت، تمام؟ اد نيو برودكت، همشي على نفس الاسلوب ده، اد نيو يوزر ده، خدنا اد نيو يوزر ماشي عشان اصغر، يعني كلهم نفس الفكره في الاصل. قلت له ماشي اد نيو يوزر، لا مش ده، قلت له زي، هقول له طبعا انا عشان اعمل اد طبعا مش هعمل جيت، انا هعمل بوست. مش هعمل بوست لازم احط الداتا في البادي ك يو ار ال انكودد كده عشان تبقى متشفره، وهحط الداتا عندي هنا. بس دي الداتا دي هتبقى على تظبيط، هوريكم ازاي ارجع كي فاليو اديت. يعني هو المفترض تبقى كده هو من غير، انا بس وفرت ان اقعد اكتب هلو جديد. انت لو انت مش واخد كابي زي اكتبهم انت ولا جديد. طبعا انا هعمل انسيرت، فالانسيرت ما بعتش فيها اليو ار ال، هبعت يوزر نيم والايميل والستات. يوزر نيم هقول له نيو يوزر، والايميل هقول له نيو يوزر ات جيميل، ويز ستاف هقول له فولس، واليو ار ال بتاعنا عشان اعمل الاضافه دي هو ده على يوزرز عادي جدا، ونقول بسم الله. لكن جرى طبعا في الهيدرز حاجات هو بيبقى حاططها مع النمله، لكن تعالى نسند كده ورد عليا بيانات، تمام؟ وقال لي ده يوزر 2. ولو رحت انا على الاي بي اي بتاعتي كان جاب لي بس واحد اللي هو اي سابور، خش كده على الروتس وخش تاني على اليوزرز، قال لي لا ما في عندك اي سابور وفي عندك نيو اي يوزر، تمام؟ وبنفس الاسلوب ده اقدر اعمل تعديل واعمل حذف واعمل ده، اقدر اعمل كل العمليات. لان احنا عملنا ان احنا قلنا له ان احنا هنقلاو ايه؟ هنقلاو اني، ففتحت لي بقى ان انا اقدر اعمل اضافه بالبوست، اقدر اعمل تعديل بالبوت، اقدر اعمل ديليت. يعني لو انا جيت مثلا على سبيل المثال انا لو عايز اعمل ديليت هو عامل لي رد جيت وبوست واد اوبشنز ماشي، واحنا جوه ايه اليوزر ليست. فلو ادوس على يوزر من اليوزرز زي ده مثلا، اليوزر ده انا اقدر اعمل له عمليه ايه ديليت، بس لازم اكون بعت الايه العنوان بتاعه بالكامل. فلو انا رحت عايز اعمل ديليت لليوزر فاقول له ريكويست، اقول له ديليت يوزر، طبعا نفس الكلام برودكت نفس الكلام كله، وبعت له يو ار ال بس حدد الميثود بتاعت ان هي ديليت ومش محتاج احدد اكتر من كده، قلت له سند، رد عليا ما اتكلمش، بس هو المفترض ان هو عمل ديليت. الدليل لو نرجع تاني لليوزر ليست ما لناش غير مين غير ايه صابور، صح؟ مفيش غيره. هرجع كده للي هنا واقول له معلش انا عايز ادي يوزر من هنا جديد، واقول له محمد والايميل بتاعه هيبقى محمد @جيميل وماشي الحال. ضفته عشان بس انا محتاج الداتا اللي بقى فيه داتا، يعني في داتا، فادي ايه ادي على ايه صابور وادي محمد. طبعا ممكن اقدر ادخله من هنا، بس انا بجرب من البوست مان عشان اقدر بعد كده اشتغل عليه من خلال حاجات تانية. طبعا البوت نفس الكلام، التعديل لو انا عايز اعدل انا لازم اخش على البيانات بتاعت الشخص، يعني مثلا انا عايز اخش على محمد ده ويبقى البوت بتاعته بعد ما تطلع لي انا اغير وادوس على بوت عشان يعمل عمليه التعديل. يعني برضه انا عايز اعدل بخش على نفس اليو ار ال ده
عشان اقدر اعمل عمليه الايه التعليم. انا جربت كله كده، جربت كل العمليات بتاعت اليوزرز، وبنفس القياس اقدر اقول ان ده قياس الايه الريجستر. فده اليو ار ال بتاعه، وهروح بتاعت اد يوزر دي بقى اللي كانت البادي ده، هاخد البادي ده تمام، واروح بقى في الابديت يوزر هقول له خش في البادي، هخلي دي بوت واقول له خليك في البادي على اكس دبليو دي، واعمل بيست نفس الكلام وراجع ايديت اهو، واليو ار ال كده كده موجود فوق اهو، فاقول له ان انا عايز اغيره مثلا بدل ما كان از ستاف فولس اخليها ترو مثلا عشان اوريك ان في تعديلات، واخليها محمد مثلا 2020 مثلا كده غيرت، ودوست على سند تمام عدل عدل. ولو رجعت كمان اشوف في السايت هنا على اليوزر ليست الاقي ان ادي محمد ومحمد 2020 جيميل، وبقى ايه ضمن الليست. جربنا الابديت وجربنا الديليت وجربنا الاد وجربنا الجيت لليوزرز تمام. جيت لليوزر طبعا في جيت لليوزر واحد من نفس العنوان، يعني اقدر اخد نفس العنوان وبيجيب جيت وان يوزر، يعني هقول له انا اخر ريكوست على رابولكم، هقول له جيت وان يوزر ده نفس العنوان ده كده مثلا، وبقول ده جيت وخلاص، بس ما بعملش غير كده. هيجيب لي مين؟ الصابور. لو قلت له ان ده مين؟ ريسنت، انا مش يوزر اسمه اتنين عندي، مفيش نوت فاوند. طب ثلاثة موجود عندك؟ اه قال لي ثلاثة، في واحد اسمه محمد. وهكذا بقى مع بقى الايه؟ انت عرفت جيت اول وجيت واحدة، وعملت الديليت والديليت والابديت والانسيرت، وبكده نكون عملنا تيست لكل حاجة. طبعا نفس الكلام اقدر اعمل بيه البرودكتس، وبكده بقى الريست فول اي بي اي فتحها لي كل العمليات، اقدر بقى اربط بقى باي فرونت اند تول، او اقدر اربط باي موبايل ابلكيشن، ما عنديش مشكله ان شاء الله.